شوفوا هذه ديال الماء، برادة الماء، وحاضرين فيها هذا روبيني، وكيقولوا 40 درهم، ماشي زعما شي حاجه. شي انواع الفخار كلها هنايا، كلشي هنايا الفخار، غرفات مجمرات. شو الشكل ديال البوطه؟ بوطه، البوطه الصغيره ديال على الطاجين، ها ديكور زوينه زوينه تشيلينا. الصينية والكويسات تاتي جوجو. وي ايت دابا الطاكسي دي جو ثانية شردة صافي نرجعو. عايزو كيما يعمل طاكسي نجازو بي هنايا كيكريو الديور. كيكريو بغي يفطر، يفطر هنايا. الإقامة، نعناع، شنو هادي؟ الله ريحتها زوينة، ماشي بحال ديك اللي عندنا. مانتا، مانتا هادي؟ المهم هاد البايسكول هما اللي بغى ياكل واللي بغى يكري، اللي بغى يكري الديور. وهنا للماكله، هنا الماكله، هادشي كامل هنا. شوفوا هادي البنات اللي كطحن، كطحن ارقان وعملوا عملوا بلوز، يعني ممكن كدير هذا ياك، كيدير هاد اللوز. شنو كدير معاه اللوز؟ واش زيت ارغان والعسل كيطحنوا هنايا، كيتخلطوا راه ارغان والعسل. كيخرج هاد الامر بغيت ذوق، راه الخبز راه طازين هنايا. نذوقو بسم الله. زوين زوين، واش ذوقي زوين. شحال هذا الكيلو؟ شحال؟ 160 درهم الكيلو. 160 زوين. يكونوا الله يا منا اجينا اجيك حدا ماما اللي خلينا في
حنا جينا في الصيف ما كاينش الماء هنا بزاف، لان هاد الواد كيكون في الشتاء تيكون جاي من الجبل اللي كيكون فيه الثلج. كاينه ريحه البيزه، ريحه الاعشاب هنا بزاف، بلاصه معروفه بالاعشاب، معروفه بزيت العود، زيت الزيتون، زيت الزيتون. حنا مراكش توصلنا شنا تاخدوين هنا العين، شنو سميتو؟ العين، العين، الواد، الواد عجبك هنا ولا ما عجبكش؟ عجبني و مروة، مروة ماما ماما او بيجان، وانا بيجان ما شتينيش. اميمي وكينان وميمي جينا في الجبل، طلعنا في الجبل ونزلنا في الجبل. عجبك هاد البلاصه؟ خاطي تبريهم هاد المنظر ديال الشجر والجبل. شوف هنايا ما تشوفش هنا، شتي الرنا دفدا دفدا طارت هاي صافي. هذه هي العين كنشربوها، شوفوا شحال فيها الكالسيوم، شحال فيها الصوديوم، البوتاسيوم والمغنيسيوم، 11. يعني مع يعني الماء معدني طبيعي، والعين اللي فيها يعني هادشي بدلو، يعني كانت 90 هي عوينه، دابا صايبوها قدوا لها بلاصه ملي كدوس. هادي هادي العين، وكاين بزاف من هادي، غير وحده هادي، غير وحده، وكاين بزاف منها. اللي بغى يدور في برا عادي اللي بيجي هنايا كاين البيسين، هذا الماء ديال الماء العين، يعني هذا البيسين، هذا الماء اللي فيه من الماء ديال العين. كاين هذا يلا كينان اواخا، شكرا يلا كينان. وهنا فاش تستراحوا دايرين هنايا بلاصه تجلسوا فيها، تخلي وليدات يعوموا، تشوف هنايا قالوا الشكل ديالها ديالها بس ندوز لديك البلاصه نشوف منها. خذ من عندك هاد البلاصه اللي سميتها
مقهى ومطعم ومسبح إفراحين تغدوين ما ذاكش. المهم غادي نعطيكم كاع المعلومات عليها اللي بغى يجي لها. هذا البيسين هذا بيسين رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، كاين الدايسة 15 20 واللي لهيها 25 درهم في مترو 70، هذه فيها 70 سنتيم. الاخرى هذيك اللي ب 20 درهم فيها مترو 10، مترو 10. وهذه ديال الكبار فيها كي قلت لكم شحال كانوا كاتبين تماك، مترو 70، 25 20 15. وهنا كاين التواليتات، يعني هذا المسبح هذه البلاصه زوينه الصراحه. نوري لكم الفوق كي دايره. هانتوما هانتو هالمعلومات. كل المعلومات كاتبينها هنايا، يعني هاد 15 و20 نهار كاملو. يفوا كتخرجوا من المطعم صافي ما كتحسب لكم، مش تعاودوا تخلصوا ثاني. وهنا اللي بغيتي تدخل تجلسوا ولا تاكلوا، تاكلوا ولا تشربوا ولا حتى تما كاينين اللي بغيتي تشربي، كاينه التيغاس تختاروا هنا اللي بغيتوا، كاين طواجن كاين كلشي اللي بغيتوا. وفيها فيها الواي فاي، يعني فيها الواي فاي. سميتها افراح، يا افراح افراح. هذه افراح وهي الوحيده كاينه في عين تغدوين، كي قلت لكم فيها الواي فاي، فيها كل شيء، فيها الراحه ديال الوليدات. عاوتاني نشوفوا من التيغاس من هنايا، كل شيء هنا فيها زوين، قريبه لكل شيء الوليدات كوم ويتغداو. حتى الماكله هنا رخيصه عندهم، ماشي غاليه، و يعني كل شيء اللي بغيتو كاين هنا. وترتاحوا لتماك من الفوق، نجيب لكم دويره من الفوق، بيسين. اللي جا لعين تغدوين يجي لها. صافي هادشي اللي كاين البنات، قلت لنا نعطيكم هاد المعلومات وحنا غادي نبروفيتيو نستغلوا الفرصه مع الوليدات، ومن بعد من نساليو غادي الى شي حاجه كي جديده غنوريها لكم. هذا طاجين الخضره، ما كيفاش هذا دابا شحال هاد الطاجين؟ 60 درهم. وهذاك شنو فيهم؟ الزبيب هذوك البرقوق والزبيب. هذه السمطة اللي هذه عند ماما. هذا شحال هذا ديال العائلة؟ هذا على حسب كيديروا الكوموند، كيتقطعوا المسافه ديالهم هما كيجيبوا من برا وكتصايب لهم. ملي كتصايبوا لهم بشحال؟ هادو كاس 3 كيلو ديال اللحم 4. اي شحال كتصايبوا لهم؟ 50 درهم. هذا يعني يجيبوا الحاجه كلها 50 درهم. مزيان، ماشي غالي، ماشي غالي، مزيان. لا لا المتناول. عندكم حتى الشوايات في البالي، عندكم الشوا حتى المشويات الا بغيتو الشوا حتى هو كاين هنايا. هو الوحيد اللي كاين في عين تغدوين، ياك انت الوحيد بوحديتكم. تبع لكم هذيك قاعة الألعاب، وفيها هنا قاعة الألعاب اللي بغي يلعبوا مجوهرات. هذه تاهي تبعكم انت هنايا اللي بغي يلعبوا الوليدات بسيطة، يعني لكن اللي بغي شوية يغير الجو. وتابعهم حتى ديال المجوهرات اللي هنايا، هادي تاهي تابعة لهم.
وما تخافوش يعني راه هي مامنه يعني تشوفوا كل شيء هنايا الكاميرا بكل شيء ديالها واتمنه مناسبه يعني ماشي زعما شي حاجه اتمنه مناسبه طلعنا هاد البلاصه هادي فين كاين لارجيل اللي هو الطين هاد البلاصه هادي كامله هنا كيبيعوه هاد البلاصه هادي كيتباع فيها هنايا وتا هنا كيصايبوه فوالا شنو كيديروا هذا هو الطين كيقادو في وجههم اشنو هو الفوائد ديال هاد الطين اشنو فوائد ديال الطين كيدير كيصفي الوجه من الحبوب والكزيمه بصحتك الله يشافيك هو هذا حاطينه هنايا اللي باغي يهز منه اللي باغي يشريه كيشري هذا لي بواط هادو هادو بشحال هاد هادي كدير 5 دراهم وهاد الكبيره هادي كدير 10 دراهم شحال كتبقى عندك في الدار هو ما تيخصش واخا ما ينشف ما والو كيبقى هكا كنديروا اصلا هنا اللي كيدي كان تفلطيه بالماء هو اصلا كينشف وكيولي هذاك حجر بحال الغسول ها هو انا ناشف البشره كلها اي حاجه عندها علاقه بالجلد تيدير لها يعني القماج للجسم كله هو هذا كيتخدم من هنايا بغيتي ديري ديك الساعات عندهم ولا بغيتي تشري دي معاك تدي معاك هذا هو مزيان قالك فوائد الكزيمه للوجه الحبوب الكلف كل شيء هادو كيدار وامتى كيدار الاوقات ديالو اي في اي وقت ممكن يوميا لا ماشي يوميا ممكن جوج مرات في السيمانه يعني بالنسبه ماسك الوجه دار جوج مرات في السيمانه ممكن دير الجسم كامل في الحمام ممكن وهذا كاين في هاد البلاصه 5 دراهم وهذاك 10 دراهم البلاصه اللي كيجبدوا منها هي هذه كيحيدوا هاد الماء كيحيدوا هاد الماء كيجيبوا واحد الاله كيحيدوا من هاد الماء كيصفوه يديروا ومن بعد كيبقاو كيجمعوه كيجمعوه من التحت هذاك اللي كيجمعوه هو اللي كيديروه في هاد البواطات وكيبيعوه ومن بعد كيعاود ثاني هاد الماء كيرجع بوحديتو عليه ولا نتوما كديروا هو ومن بعد هذا الماء هو اللي كيرجع تيطلع طبيعي منه يعني من نفسه هكايا هادي البلاصه ديالو درنا سامي بحال دابا الا بغيتي توصل ليا تركافه فين ولا صافي كتخليوه هكايا وما قال لكم هو مزيان كي بروتيجي الوجه كي هي وقايه الوجه من الشمس صافي كتخليه هكايا نصاوب لك مروه ندير لك هذا غتبان في هذا احسن اللي كيبان كيتباع على برا وهذا هذا طبيعي من بلاصتو يعني اكيد فيه فوائد كثيره يكون فيهم الغلف صافي البنات هادي وصلت العشيه صافي غادي نمشيو من هنايا كيف كتريتكم العين تهضمين نتمنى هذا الفيديو يعجبكم حنا غادي نمشيو لبلاصه الباركينغ فين كاين الطوموبيل يلا مع الوليدات رجوع بحالنا لمراكش هادو بيوتا كيكريهم غرف للكراء كيكريو هاد البيوتا اللي باغي يبات هنايا
واللي بغى يجي النهار فوسط النهار وي زعما يجي النهار كامل ويمشي صافي ماشي مشكل. اللي بغى يبات راه كاينين في نيبات الدنيا نقيه طالعين في الجبال الكراخيس هنايا حنا طالعين في الجبال دابا حيت هاد البلاصه ما كدوزش لها الطوموبيله شويه صعيبه باش تدوز هنا الطوموبيل نتمنى تكونوا كتسمعوني شوف واحد الجمل فين باين مغطي بها الشجر سبحان الله الناس ساكنين في الجبال والتحت حنا طالعين فوق الجبل كيف لكم كنا لهي هالتحت سبحان الله الطبيعه وشوف شوف اش كي دايره كتبان غير الصومعه ديالك ديال الجامع عامره بالشجر صافي من هنا البلاد تنوريكم شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم دائما كنقولها قبل ما نختم الفيديو نتمنى هاد الفيديو يعجبكم واستفدتوا مني شي حاجه يعني خديت معلومات عندك كينان كينان شادك البلاصه تما فين كنا المهم الا جيتو غادي تعرفوا علاش كنهضروا ليك جا هنا راه عارفني علاش تهضر كينان شد ليسر ديالك عندك اللي عند الوليدات رد ليه البال على يدك شوف شوف بغيت نطيح صافي حنا وصلنا للباركينغ راه هو فين كاين تحت الطوموبيلات اوكي قلت لكم شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم ردوا البال ردوا البال للوليدات كنصحى ردوا البال بزاف للوليدات يلا من هنا الفيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم هذيك العين سميتها عين السيد السيد الوافي هي البلاصه سميتها عين تغدون ديك العين اللي كنشربوا منها سميتها عين السيد الوافي هادشي اللي كاين